احمد فتحي، لان زي ما الناس برضو انتقدته كتير وحصل نوع ما تهكم كتير الماتش اللي فات على العرضيات، النهارده من ابرز العرضيات من ابرز اللاعبين، شايف ازاي وشايف مين احسن معاه؟ يعني قبل ما اكلمك على احمد فتحي وعن نجوم النادي الاهلي النهارده، يعني في حاجتين ثلاثه بس لازم اقولهم. يعني مثلا اسوان حظه وحش النهارده ان هو لاعب النادي الاهلي بعد ما الاهلي خسر من نجله. دي النقطه المهمه. مش ممكن تبقى عنصر ليه هو كويس انه بيلعب فرقه وهي خسرانه؟ لا، الفرق الكبيره اهلي زمالك حتى بره برشلونه ريال مدريد ما بيخسرش كتير، يعني ما بيخسر بيكون ليه رد فعل قوي. فالنادي الاهلي يعني اسوان حظه السيء ان هو لاعب النادي الاهلي النهارده بعد الخساره بقى في تركيز اكبر، اللعيبه مهتمه بشكل كبير، الانتقادات اللي تعرض ليها اللعيبه المباراه اللي فاتت عايزين النهارده يردوا عليها. مارتينيول عمل حاجه كويسه جدا النهارده. اي مدرب لقى عدد كبير من اللعيبه زي المباراه اللي فاتت بعيدين عن مستواهم وتعرضوا للانتقادات كان ممكن يغيرهم، يعني ممكن يغير 3-4 اسماء، الاسماء كلها بيلعب بنفس التشكيل بنفس السيستم، ما غيرش اي حد من المباراه اللي فاتت واصر عليهم، والنهارده معظم اللعيبه ادوا بشكل جيد. يمكن يعني حتى انا لو اتكلمنا على نجوم المباراه، مثلا لو اتكلمنا على رمضان، رمضان من اقل المباريات اللي عملها المباراه اللي فاتت. الطبيعي الناس كلها كانت بتتكلم ازاي وليد يلعب، لازم وليد يبدا ورمضان يقعد بعد المستوى اللي قدمه المباراه اللي فاتت. النهارده لا، الراجل مصر عليه ورمضان بيقدم واحده من افضل المباريات النهارده وله تاثير كبير جدا جوه اداء النادي الاهلي. بس النادي الاهلي الجماعيه هي اللي بتميزه. النادي الاهلي ما بيعتمدش على لعيب معين، لو في حالته هيكسب، لو مش في حالته النادي الاهلي دايما هو او يتعادل. في الكوره دي بالذات بيعرف يعملها، يعني بيخترق من جبهه يمين او شمال ويستنى ويلعبها ويستنى صح، ويستنى ومؤمن من اللعيبه بصراحه اللي ممكن خلال المباراه يعني يزيد. مع اول ثلاث فرص مثلا الشوط الاولاني اي حد طبيعي ممكن مؤمن يتغير، يعني لازم يتغير بعد الثلاث فرص دول، بس الراجل مقتنع بيه وعارف ان هو في اي وقت بيزيد هو مع الوقت. فمؤمن الصبر عليه مهم جدا، يعني مؤمن من اللعيبه حتى لو وحش ما ينفعش يخرج من الملعب. ليه بقى؟ لان هو بيقدر في اي وقت ان هو يجيب لك جول، بيتحرك بشكل كويس جدا، بيضيع فرص انما بيقدر يجيب اجوان. انما لو رجعنا لاحمد فتحي، انا عايز اللقطه بس اللي هي بتاع الجون الثاني اللي اتكلم عليها الكابتن احمد حسن، النقطه المهمه اللي عملها احمد فتحي اللي عكس الكره اللي عملها المباراه اللي فاتت وتعرض بيها لانتقادات كبيره جدا، ان هو وقف صبر. يعني الخطوه اللي وقف فيها احمد فتحي دي وضحت له الدنيا كلها. يعني بدا يشوف الناس وبدا يشوف مين اللي بيتحرك. المباراه اللي فاتت الكره اتعملت له في يعني مكان اقرب من ده، بس احمد راح بسرعته وواحده، يعني ما فكرش ان هو يعمل اي حاجه، هو عايز يعملها جامده اللي هي شيف دي، فراحت في حته ثانيه. مش عاجبك الكلام انت يا كابتن احمد حسن؟ حاسك مش عاجبك الكلام ده. انا لا خالص. تضحك ليه؟ فالنهارده لا، بس النهارده هو كان خايف على السباح. لا، هو النهارده احمد خلي بالك انت حازم، انت يا عم احترمنا الكابتن كابتن احمد. لا لا لا، ده بيزعل. لا، ده من اللعيبه المجتهده جدا. لا بالعكس والله، ده انا شايفه النهارده والله بجد والله، يعني زي ما بيقول سيد فعلا من اكتر الناس مميزه، ومش عشان مش عشان كنت انت الوقفه ده كابتن حازم، هي بص شفت بص ازاي قبل البصه كمان، التهديه دي اللي هداها هي اللي وضحت له الدنيا كلها. بس ساعتك يا كابتن، وانت يعني الحته دي بتاعتك وانت بتجري بسرعه وتحملها دي تبقى حلوه، وانت لعيب كوره بتعملها حلوه دي، بس ما بقاش في زحمه كده. يعني شوف الجونه مثلا فين، هي ممكن تتعمل، بس ممكن هي افضل اللي هو عملها احمد فتحي، عشان جت جون طبعا. احمد فتحي يا كابتن حازم، يعني احنا في ايام النادي الاسماعيلي كان مستر بوكير نص ساعة كاملة بيجيب اللعيبة اللي بيلعبوا على الأطراف، ما بيعملش كروسات، ممنوع أي حد يعمل كروسات، بيلعب الكرة لتحت. صح. معظم الوقت بتلعب بوكيرة على طول. بحبها قوي. فاحنا كنا في النادي الإسماعيلي كده. فأنا المباراة اللي فاتت يعني مثلا كنت أعتب على أحمد فتحي في إيه؟ لما تبقى لعيبة عندك خبرة ومثلا كرة أنت مثلا اللي اتزحلق فيها، ما ينفعش الكرة اللي بعديها أخدها واحدة وبقوتي، لا لازم أهدى شوية. اللي يعني اتلعبت بالعرض ده متوتر أحمد فتحي شوية سيد. شوية يعني الناس بتهاجمه زيادة عن اللزوم مثلا وقفلوا على أحمد عنده شوية. عنده الإحساس إن هو من وقت ما رجع الناس مستنية له على الواحدة، وده طبيعي لأي لعيب كورة بيبتعد سنة أو سنتين عن النادي الأهلي. طب الإحساس ده صح ولا غلط؟ يعني شويه الناس مركزه معاه، بس انت طول ما انت كويس يعني النهارده لو حد طلع بعد المباراه يتكلم على احمد فتحي بشكل سيء هيبقى لا، يبقى مش طبيعي. مش طبيعي. فده الصح، ان انت ترد من خلال الملعب، من خلال ادائك، من خلال ان انت تلعب بهدوء. انت اسمك يعني احمد فتحي من الاسماء الكبيره جدا، بس هو كبير، فالناس بتبقى بصله اكتر من واحد تاني، بس هو اللي لازم اكتر ما يتاثرش زي اللعيبه الصغيره. الكوره دي باينه، بص بص الوقفه كمان، الهدوء وهدي اهو شويه على الكوره. وشاف الراجل وشاف هو بيلعب له، يعني هو عارف هو لاعب لمين. والتاني اتحرك كويس. هي بص الحته انا في رايي دي دي هي دي. بص بص ازاي، بص شايف خلاص شاف وخد القرار هيلعب فين. اللي في ماتش وادي دجله ما كانش كده. لا
كان رائع بسرعته. بس اللي نجح له برضه نجح له اللعبه دي التحرك التحرك يعني طبعا. التحرك بتاعه لان في القرار الثاني يعني دي ممكن تقول عليها ان دي لعبه ممكن يكون في يعني في تدريب عليها ما بين برضه الاثنين يعني ما لان هي قررت وايفونا خدها وبرضه شطم في الهدوء بتاع احمد فتحي ده اللي خلاه يرجع طبعا طبعا يعني هو لو ما هديش كده هو كان هيكمل لعبه ممكن يعملها غير كده وغير كده يا كابتن يعني انت لو بصيت في حاجه هنا كابتن اشرف يا كابتن هو احمد لما بص ما لقاش حد قاطع اللي هو ايفونا بس لا مش قصدي لورم محدش قاطع وعامل باك بس عشان كده هو عامل ايه عشان هو فكر ورفع عينيه كويس وزي ما بيقول سيد كده هدي هو شاف ان ايفونا هو امثل واحد وافضل واحد تتعمل له الكوره تحكم فيها لا اصل هو كل ما بنفتكر احنا كنا بنتكلم برضو على الوضع بتاع احمد في مباراه وادي دجله هو احمد برضو من في ميزه عنده بس ساعات بتبقى زياده عن اللزوم ان هو بيلعب بروح في فرقه النادي الاهلي بشكل غير طبيعي حتى في ناس بتاخد عليه انه بيلعب بيخش مثلا ساعات بعصبيه على لكن هو عنده روح عاليه جدا بيلعب يعني انا عايز اقول لك لما النهارده احنا نتكلم على امور تخص احمد فتحي او اي لعيب كبير بجد والله ده بيبقى لان احنا عارفين قيمته قد ايه عارفين كده يعني انا مثلا الناحيه الثانيه انا نفس انا الماتش اللي فات اتكلمت على صبري وعلى احمد الفينشنج وحش يعني هما بينه يعني النهارده حتى النهارده مثلا صبري لا ما بيوصلش كتير يعني احمد فتحي النهارده وصل اكتر من 10 15 مايل صبري لا ما وصلش كتير وحتى لما بيوصل صبري كتير ما بيرفعش عينه في الماتش اللي فات برده ما كانش عنده الحته دي فاحنا بنتكلم على لما بيكون لعيب كبير لما بيكون لعيب خبره لما بيكون لعيب كمان يفيد منتخب مصر لان احمد فتحي مهم ان هو يكون موجود في منتخب مصر.